على وسط الملعب مره تانية. حلو قوي، ماشي ماشي، حط حط. صلاح 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 عايز يتلجم، حلو على شمال، يلا يا سيد ارضيه وهي وهوبا. الله الله يا صلاح، الله الله يا صلاح، الله ايه الجمال ده يا ابني، في القلب حطها له، ايه ده حطها له سلوفان. وادي الراجل قاعد على ارضه، قاعد على ارضه زبون. فرناندو سانتوس هيتهدد، يعمل واحده ناحيه الشمال، سلام. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من العرضيه، خلي بالك من العرضيه، جول جول كريستيانو، خلي بالك من العرضيه. بص الغل بص الغل، وماله ما يجراش حاجه كريستيانو، ما يجراش حاجه، يعني لك الشرف ان انت اتعادلت معانا. كريستيانو في الدقيقه 92 خلى المصدر بدري، ما يجراش حاجه، لكن اتعلقت حلوه قوي، طلع حجازي ما قدرش يلمسها، والشناوي كانت الكره قويه عملها له كواريزما، حلوه قوي قوي. ودخل كريستيانو يا جماعه، نجم كبير، نجم كبير جدا جدا، حط ايده حلوه قوي قوي محمد الشناوي، برغم قوتها والمسافه القصيره جدا، لكن هايل والله يا شناوي. يعني اخر لعبه، اخر لعبه في المباراه، اخر لعبه في المباراه، وداخل والعرضيه العاليه هوبا، والهدف والهدف. بص بص بص، اوف سايد. عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ اوف سايد يا حبيبي، اوف سايد يا حبيبي. لكن ده يوريك منتخبنا عمل ايه في كريستيانو. الغل اللي انت شايفه هو بيعترض عليه، يلا يعني ماليش دعوه، هذا هو الغل بتاع منتخب البرتغال. و حسبها هدف، حسبها هدف زي ما